اذا اراد هنا بريدة. يعني ايه اذا اراد؟ انا جاي رئيس اتحاد وجايب مجموعتي وقائمه، وانا بقول لك اهو دلوقتي بالتزكيه من دلوقتي اهو بالتزكيه، يا رب تبقى في قائمه تانية، يا رب اطلع غلطان هطلع اقول انا اسف يا جماعه انا قلت بالتزكيه. اذا اراد يعني ايه اذا اراد؟ اذا اراد اولا حته بقى بالتزكيه دي من ضمن اذا اراد، يعني هي بتريحك. نعم. انا مش معني اطلاقا بان مين ينزل قصاد هاني ابو ريده ويكون التنافس ايه. في النهايه لو هو هيجي بمجموعه متناغمه، وانا ده اتعلمته من النادي الاهلي ومن تاريخ ادارات النادي الاهلي المتعاقبه، التناغم الاداري بيؤدي الى مزيد من فرص النجاح. تمام. انا عايزك تيجي بمجموعتك كلها بالناس اللي انت كلهم شايفهم ان دول هيساعدوك في النجاح عشان اعرف احاسبك. ده رقم واحد. طب يعني ايه اذا اراد؟ ما هو انت كنت موجود في 2019 ومش هروح لاي ملابسات ولا هقول ان مش هدخل في التفاصيل. اتنين اعضاء مجلس الاداره يقول لك انا كنت بمسك شؤون اللاعبين يومين وده يومين ويوم راحه. لا ننسى ده. ماشي. يبقى اذا اراد ان انا التجربه دي عايز اخرج بيها بشكل مختلف. هنسال سؤال واضح وصريح. يلا. هل هاني ابو ريده العضو التنفيذي بالفيفا الاقدم؟ طبعا. ولما حصلت مشكله الفساد بتاعه بلاتر هو الوحيد اللي نجا. طب ده واقع. مظبوط. بتحبه ما بتحبوش ده واقع. تمام. ده اللي حصل. الراجل اللي له الخبرات دي والباعي الاداري ده في افريقيا واتغيرت عليه ناس متعاقبه ودخل معارك طاحنه داخل الاتحاد الافريقي وكمل فيها كلها. هل انا اقدر اقول انه ما يقدرش يدير؟ لا يقدر يدير. كويس. بس المهم ندير ازاي؟ محتاجين نبص جنبنا شويه. نعم. جنبنا شويه في نموذج قريب، الجامعه الملكيه المغربيه. حلو. فوزي لقجع. نعم. هذا الرجل وصل ان السنه اللي فاتت قال انا عندي اربع منتخبات في كاس العالم. حصل. منتخب كره القدم. نعم. الكبار، منتخب الناشئين، منتخب السيدات، منتخب الصالات. ثم بعد كده المنتخب الاولمبي شارك وخد برونزيه. اذا احنا بنتكلم عن الراجل لما تقرا هتشوف ازاي بدا بالقطاعات، المدربين، تعيينات المدربين. نبعد بقى عن المجامله. نروح لحته عامل الكفاءه ونروح في مجامله في تعيينات المدربين. احنا ده الناس كانت بتقول كل واحد كوتا. كوتا انت هتجيب مين وانا هجيب خمسه وانا هجيب اربعه وانا عين. اتمنى البدايه الاراده ان ده ما يتكررش تاني. واراده في حاجه حضرتك قلت حاجه انا كنت هطرحها بدون ما اعلمها والله. أوه. انا اروح للناس بتاعه تسالوا اهل الذكر. اهل الذكر دي مش قصه لها علاقه بالدين بس، اسالوا. نعم. اهل الذكر بكل في حاجة. كل شيء، في كل مجال في اهل ذكر ليه. انا اروح للناس بتاعه الفيفا. تعالى يا عم انا عندي ازمه في التحكيم المصري بقى لها 3 4 سنين. نعم. في رئيس لجنه الحكام، في كلينا زي ما حضرتك قلت. نعم. حط لي خارطه الطريق مجدوله ومحدده بمدد زمنيه. ابعت لي محاضرين ودورات تدريبيه للحكام عملي ونظري. اشرف على الاختبارات البدنيه مجال التحكيم. حلو. تاني حاجه الناس بتاعت الكاف، حضرتكم انا بقالي 3 4 سنين مش عارف اطبق لوائح. مش عارف اطبق لوائح. اولا نراجع اللوائح الموجوده هل هي متطابقه مع ما تم من تحديثات وما ادخل على تعديلات في الاتحاد الدولي ولائحه الانضباط ولائحه المسابقات. لا نعدل دي اصبحت لا تتماشى. ايه العقوبه اللي انت مخرجها ب 20,000 جنيه واحنا بنخرج 300,000 دولار على نادي؟ 20,000 جنيه في لاعب الكره في العود اللي بتدفع ده كام ويمثل كام من راتبه؟ وابدا احط ده عيد هيكله اتحادك. ابعد عن المجاملات، ابعد عن المحسوبيه، ابعد عن ان انا عايز اراضي المنطقه دي واراضي ده واراضي ده. ثم روح لاهل الذكر. جميل. وخد منهم اجنده مرتبطه بجدول زمني والله العظيم هننجح. والله العظيم الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. بس طب تعالى بقى احنا مع اول خطا تحكيمي او اول سقوط لمنتخب او اول خساره وهتحصل بالتاكيد او اول قرار ممكن ما يكونش مظبوط، مش الاعلام ده كله السوشيال ميديا بتنزل على اتحاد الكوره بقى ايا كان مين اللي ماسكه، لكن نفترض دلوقتي هاني ابو ريده وطاخ طيخ طاخ طيخ، وبالتالي فرص النجاح او الانتاج بتقل بل بتتلاشى. الكلام ده لو مع حد تاني غير الاستاذ هاني ابو ريده. المهندس هاني ابو ريده. نعم. خليني اقول لك نقطه واضحه جدا، احنا اتكلمنا عن تاريخه القوي جدا كاداري. والله انا مستغرب انه ربنا هديك النهارده على بس اقول لك ما انا لسه ما كملتش. بس انا اقول لك ماشي، بس هو لازم يحط في اعتباراته ان هو جاي والشك فيه من قبل جماهير كثيره في كره القدم المصريه اكبر من اليقين. نعم. تاني المهندس هاني ابو ريده جاي في حاله رئاسته الاتحاد، لازم يبقى عارف ان الشك
في نجاحه أكبر بكتير من اليقين في نجاحه. بالتالي أنت لازم تبقى عارف ده، فتبقى عارف كويس قوي البدايات تكون إزاي. فما تطلعليش البدايات بتاعتك ضعيفة وتستنى مني دعم. ضعيفة إزاي؟ يعني أنت قولي يعني لما إيه اللي يقول إن البدايات دي ضعيفة؟ أنا مش هروح ويقول إن البدايات دي قوية. مش هروح لفكرة حطوا لوائح وحطوا قوانين، لأن هي محطوطة وموجوده وسهل جدا تقدر تجيبها. ابرزها لي يا اسامه، ابرزها وضحها لي وشرحني. انا يهمني بالظبط، وتقدر تعمل ده بسهوله. لكن انا يهمني، انا مشكلتي في التنفيذ. اللي بيخطئ لا يعاقب يا كابتن، اللي بيخطئ لا يعاقب، مفيش شفافيه في التنفيذ. حلو. فلما يحصل، هقول مثال. قول. حصل لي موقف زي موقف محمد عادل والدنيا مقلوبه. انا في اليوم ده، في اليوم ده كاتحاد قوي لازم يكون عندي مؤتمر صحفي، ولازم يكون عندي بس واضح لغرفة الفيديو متطابق زمنيا مع ما حدث في المباراة. انا هنا قطعت كل شيء، ما حدش يجتهد. لا بس الحقيقة للأمانة يعني رغم ان انا بختلف كتير مع الاتحاد القائم، الا انه قراره بإقالة لجنة الحكام كان قرار قوي. لا ده ما كانش قرار قوي يا كابتن، ده كان قرار اصلا اجبر عليه، ما قدامش حاجه غير كده. اجبر عليه يعني ايه؟ يعني النهارده انا شلت اللجنه، ما قدامش غير كده. انه المشكله والحدوته في خلال 48 ساعه. هل انا عملت اجتماع طارئ، هل انا اجتمعت اجتماع طارئ وانا اقلت اللجنه، طلعت هذا يحسب للاتحاد. فين النتائج؟ طلعت لي النتائج؟ لا ما نتائج دلوقتي انت في امور خاضعه للنيابه. اخر كلمه بس كده، اخر كلمه قالها في البيان انه في نيابه، فهو خلاص شلت يده. لكنه قرار اقاله اللجنه انا بعتبره قرار شجاع. هو كان القرار اللي المفترض ان هو يخذ ومن بدري. لكن انا بالنسبه لي في وقائع كتير جدا قبل ما اروح، مش كل وقائع اروح للنيابه، انا في خطا عندي حصل. بس دي حصل تمام. هروح لواقع غيرها. انا عندي جوميز من 17/6 حتى الان لم يعاقب. طلع قرار وطلع تصريح من لجنه الانضباط ان احنا خلاص ما بقاش عندنا قصص ورقيه. انت دلوقتي شايف انه حاجه زي اللي حصلت من جوميز او من لعيب او او او، ما لو في عقوبه يبقى انت كده قوي، ما فيش عقوبه يبقى انت زي هنا. يبقى هنا ده ينطبق عليه لو اراد، زي ما بيقول فارس. ما هي دي بقى الفكره. ما هي دي الفكره. انت الفكره، انا مش عايز فكره ان انت تقعد. انا عاجبني جدا اللي طلع النهارده من ياسر عبد الرؤوف. احنا ايه؟ اطمنا شويه. صح؟ ادى انطباع ماشي. انت شايف احنا ما اطمناش، احنا جالنا امل. بالظبط. انا قلت شويه عشان كده. لا احنا جالنا اللي هو ايه، اديت انطباع ان انت شايف الثغرات. خلي بالك يا شخصيه الكابتن ياسر كده. بالظبط للامانه. انا هعمل ايه بقى؟ هنتظر ليك الجوله الثالثه. ماشي. مش هنتظر اللي بيتربص بيك، بالعكس. انا هنتظر اللي عاوزك تنجح. لان انا نجاح المسابقه من نجاح النادي الاهلي. انا قلت الاهلي بيتم يعني في حاله العداله والشفافيه البطوله بتبقى سهله عليه. انا بقى هنا المهندس هاني ابو ريده، انا براجل بالخبرات دي كلها، عارف كويس قوي يعني ايه يحط لوائح، عارف يعني ايه كويس عقوبات، عارف يعني ايه جزاءات، عارف يعني ايه تطوير كره القدم. علاقته بفوزي لجع كبيره جدا جدا داخل الكاف، له صوت مسموع جوه الكاف، قادر ان هو يحافظ على حقوق الانديه، قادر ان هو يحافظ على حقوق المنتخبات. المهندس هاني ابو ريده لما يجي له خطاب ويتخبى في الدرج يبقى هنا مشكله، لكن لما يجي له خطاب ان في فريق هل تقبل ان انت تنظم نهائي دوري ابطال افريقيا، هيقول واقدر اجيب نهائي دوري ابطال افريقيا يتنظم عندي. هو ده اللي احنا بنقول فيه لو اراد. لكن لو الدنيا مشيت بشكل مختلف وزي الاتحاد السابق او زي 2019، يبقى هنا مش عشان المهندس هاني ابو ريده مش قادر يدير، لا مش عاوز يدير او مش عاوز ينجح. طيب. والله العظيم الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل.